السلام عليكم، معكم غزال القرش، فعمري 21 عام، موديليست وستيليست وكنبيع الرايب. انا ديجا خدمت العام اللي فات، كنت خدمت في الرايب انا وخالي، بحكم انني مليش ديت الدبلوم مشيت جربت شركات ما ارتحيتش فيهم. وانا وخالي كنا جالسين من الخدمه صافي قلنا فوالا نبداو اش فيها. بصراحه انا من بين المميزات اللي في الشخصيه ديالي وانا ما كنخافش، ما عنديش كاع حس الخوف في الشخصيه ديالي، ما كنخافش وكنزعم بزاف. يعني الحاجه اللي نقدر نخاف منها كنديرها، علاش ما نديرهاش؟ وبحال العيالات وبحال الرجال. هو العام اللي فات كنت دايره الرايب قبل الفطور، وكنت العام اللي فات احسن من هذا العام، كنت خدامه فيها مزيان بحكم ان حتى الحليب كان عادي ماشي غالي. دابا كلشي ولا غالي بزاف، كلشي ولا غالي، يعني اوتوماتيكمون كيف انت مغلي عليك الحليب انت غادي تزيد في الرايب، يعني مشي الله تربح واحد 3 دراهم ولا 4 دراهم. لقيت صعوبه مع الناس ما تقبلوش الاثمنه اللي درت، وانا راه هما عارفين يعني الحليب راه غالي. اثرت عليا بزاف كبائعه، يعني الناس اللي كانوا كياخذوا من عندي العام اللي فات دابا ملي كيجيو عندي بغاو ياخذوا الرايب كنقول لهم راه مثلا كنقول لهم الثمن كيقولوا لي ما كنتيش كديري هذا الثمن العام اللي فات، كنقول لهم راه كلشي تزاد، يعني حتى انا مزيدين عليا يلاه كنربح معكم 3 دراهم. ما كرهتش انا ندير ثمن مزيان للناس كاملين باش كلشي يشري من عندي. من رمضان اللي فات كان بابا مشجعني بزاف بحكم انا ماما كانت خايفه عليا، و يعني جات بشكل كأي ام بابا الله يرحمه كيقول ليها لا خليها تخدم خليها تخدم، بحال حاس براسو بلي راه غادي يموت خاصني نعول على راسي. يعني هادشي كان واقع ليا مع بابا وكان مشجعني بزاف، يعني ابار كاع الخدمه في قرايتي في اي حاجه كان كيشجعني بزاف. ومن ورا رمضان كدرت هربل وكنت خدامه باخر وعلى خير، توصل عيد الكبير فاش مات بابا الله يرحمه. جاتني دخلت في واحد الاكتئاب اللي خايب بزاف، يعني اكتئبت بزاف وما بقيتش خدامه، وليت غير كنبكي. المهم وليت مضيومه بزاف، ما تقبلتش الموت ديال بابا الله يرحمه، وليت كنحس بحال هذيك السند ديالي هذاك الظهر ديالي غيتهرس. وبصح حسيت بها بزاف. صافي. ودابا فاش بديت يعني تمنيت يكون كان معايا، من بينهم فاش كنت بديت الخدمه كان الحليب غالي بزاف وما عنديش راس المال، يعني ديجا كنت كنلوح فيديوهات قلت لهم راه ما عنديش فلوس، يعني كان ماشي كنطلب، كنعاود لهم زعما كيفاش غنبدا المشروع ديالي وانا زيرو درهم. كانت في راس مالي 100 درهم باش غادي نقدر نبدا، يعني كنقول ديك الساعه كون كان بابا الله يرحمه ما كنتش غنوحل، كنت غادي غيشوفني هكاك غيعطيني. واخا ماما حتى هي ما خلاتش عليا، لكن كون كان بابا كان غادي يعاوني اكثر بالفلوس. واحد الحاجه ديما كنقولها وبابا الله يرحمه علمها ليا، يعني حنا كبرنا بهاد الثقافه اللي هي القرايه ما تعوش على تخدمك، وانت كتقرا من صغرك ما تقراش باش تخدم، قرا باش توعى، قرا باش تثقف راسك، قرا باش تكون انسان واعي، انسان قاري، انسان عندك قيمه. ما كنقولش بلي اللي ما قاريش ما عندهمش قيمه، العكس، غير هو كل ما قريتي اكثر كل ما تعلمتي اكثر كتزاد قيمتك اكثر. و ما تعولش على القرايه باش تخدمك، يعني مثلا شديتي ديبلوم ما لقيتيش خدمه ما تفشلش، ممكن دير شي بروجي ديالك توكل على الله غتنفعك ديك القرايه غتنفعك، لكن ما تعولش على القرايه اللي غادي تخدمك. صراحه انا ديجا انا وماما واختي وخويا كنفكروا دابا ان شاء الله غادي نديروا واحد المشروع اللي هو محلبة السحابيه، كنخدموا باغ انترنت، اللي بغى شي حاجه غادي نصايبوها ليه، اللي تشهيتيها من داركم غادي توصلك حتى لباب الدار، يعني بحال غادي تكون عندنا واحد الريستورون ما عندهاش موقع، غادي تكون عبر الانترنت. هو صراحه بديت بمشروع صغير بحال هكا الكروسه، واخا درتها من العام اللي فات لهذا العام. الناس اللي غادي يقولوا كاين الناس اللي ما غاديش يقدروا يصبروا، يعني عام كامل حتى حاجه ما تزادت، بالعكس تزاد علم، تزاد عليا بزاف الحوايج اللي ما كنتش كنعرف كيفاش نتصرف مع الكليان، وليت كنعرف كيفاش نجاوب اي واحد، وليت كنعرف نقنع الانسان باش يشري من عندي. يعني وانت كتخدم وانت كتعلم وانت كتطور في راسك، مع الوقت غادي دير شي حاجه اكثر.